نادور سيتي دائما متألقة إن شاء الله معكم حاتم عمور، تابعوا الأخبار ديالي على هاد السيت الوعر. اليوم الأغنية معتمدة على هذا الشيء كامل اللي قلتي، الشو والإبهار الصورة الموسيقى، ولكن أهم حاجة واللي هي أساسية هي الكلمة واللحن. يعني كما شفتي الملايير ديال الفنانين في العالم، ولكن ماشي كلهم ناجحين، اللي ناجح عدد قليل جدا اللي هو كيختار الكلمة واللحن. حسدونا واحد الأغنية تقت فيها من ألحان وكلمة محمد الشرابي، الأغاني ديالو كاملين تبارك الله ناجحين. حسدونا حققت نجاح كبير جدا في تونس فعلا. منين مشيت تما مع كثرة الحفلات اكتشفت أن الشعب التونسي عاش واحد الفترة صعيبة في السياسة، وهاد الأغنية هذيك في هذه كلمة يا حسرة علينا يا حسرة أثرت فيهم بزاف. يعني كيعيشوا أزمة سياسية اللي كيتخطاوها دابا الحمد لله. فوالا هذه الحاجة اللي خلات أغنية حسدونا تأثر في الشعب التونسي أكثر، مع العلم أن الأغنية نجحتها في المغرب وفي الجزائر، مي تونس أثرت فيهم هذه الكلمة ديال حسدونا. يعني كنا في شان ولينا في شان، فكنتمنى للشعب التونسي المزيد من الازدهار في السياسة وفي الأمن والأمان، ومجمور عظيم صراحة. فوالا انا اللي بغيت نقول لك هو انني كبرت في بنينصار، يعني عندي العائله ديالي كتعيش في بنينصار، وكنت كنجي اكثر من 5 مرات في العام. انا من الفنانين يعني القلال اللي كيعرفوا بزاف شنو هي الناظور، عشت يعني جيت بزاف المرات للناظور، والحاجه الوحيده اللي طار انتباهي هو ان هذه شحال ما جيت الناظور. البارح ضربت يعني دوره في الليل في الناظور، اصبحت مدينه ساحره تبارك الله. في يعني ما كانش هذا الشيء كاع في الناظور. الناظور انا عندي قصه، ملي كنت صغير لدابا كنت في بنينصار، وفي الناظور كنحماق على الريافه، وعشنا مع الريافه وغنينا السهرات في العالم كله مع الريافه.